صح. الا بقول لك انت بتسمع اغاني المهرجانات يا فنان؟ والله يعني انا ما بخافش من الردود، بس يعني انا اي كلام يعدي حدود الادب والاخلاق اعتقد ان عقابه والله العظيم يا سيد، مش ان احنا نقول ده وحش ولا حلو، اللي يقول كلام يسيء للشعب المصري او للمجتمع المصري يتحبس. احنا ماشيين مؤدبين من اول ما بدأنا لغايه دلوقتي، طبعا ان شاء الله طبعا بنموت ماشيين طبعا. لان في قانون بيحكمنا، ولان في يا عم انتوا ناس متربيه، اخلاق يا عم اخلاق يا عم انتوا اخلاق ناس متربيه. طب ايه بالظبط، رأيك في اللبس اللي بيلبسوه يا فنان؟ ومجتمع محترم احنا متربيين ما نقدرش نعدي حدودنا فيه. فرفعت السقف دي وناس يعني ضربه بعرض الحائط الاخلاق والادب ومش عارف، ده مكانه الف ب، انت بتقول كده ده يحبسك، اتفضل هو ده الكلام، واخد بالك؟ عايز تغني تعمل شكل موسيقي حلو بكلام مؤدب، يا اللي يعترضك يبقى غلطان، اعمل اللي انت يا عايزه. سيدي الناس بتروح للكلمه الحلوه وللمؤدب وللجميل واللحن الجميل، والناس بتروح بالظبط للصوت الجميل. كل الحاجات دي ظواهر زي البيبسي كولا بتقف هنا في الزور ومحدش بيحس بيها بعد كده. ومن حق اي حد، الناس تتقبل منه فن انه يغني، مفيش مشاكل. العيب انك انت تقول كلام يجرح او يسيء او يبقى هو ده بينشر على ان ده اخلاق المصريين او ده فن المصريين. كل يعني هو سنه ده وانت طيب يا نجم يا كبير. اتفضل يا حبيبي، وطبعا عايز اقول لك عايزك في حلقه معايا عشان الناس فرحانه بيك قوي.